أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتكلموا على ظاهرة الإسراف والتبذير. تنلاحظوا خلال شهر رمضان أن هناك مشكل كبير في هذه القضية هذه. فطبعا عادي جدا أن الناس تتبغي تحضر شهيوات العائلة والأبناء ديالها والأصدقاء ديالها، فهذا شيء جميل، لكن الشيء الغير المرغوب فيه هو يعني توصل لحد أنه يكون تباهي بالأكل ويكون فوق الاحتياج وأن ينتهي به الأمر في آخر الأمر إلى الزبالة. فهذا طبعا أمر غير مرغوب فيه وغير محبب بتاتا. الله سبحانه وتعالى يشبه الناس المسرفين يعني المبذرين بإخوان الشياطين، فنحترس ونقفوا مع نفسنا ونشوفوا كيفاش ممكن نسيروا، كيفاش ممكن نلقى الاعتدال ما بين يعني الأكل الجيد ولكن يعني في حدود المعقول. فالله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا نقفوا مع رأسنا وكنا تنطيحوا في هذا الغلط ونحاولوا ما أمكن أنه نقننوا ونسيروا بشكل جيد هذا الشهر بواحد طريقة يعني تكون أخلاقية أكثر وتكون السلوك ديالها أكثر حذارة. ما تنساش سلوكك يحدد قدرك.